اهلا بحضراتكم من جديد. الموضوع اللي معايا دلوقتي متعلق باستعدادات الاهلي لمواجهه ميديما الغاني في اولى مباريات المجموعه الرابعه في دوري ابطال افريقيا. على فكره من النقاط الغريبه شويه في جدول مباريات البطوله، لان الكاف حط كل جدول المباريات لغايه الجوله الرابعه قبل انطلاق كاس الامم، واخر جولتين هيبقوا بعد كاس الامم ان شاء الله في الاسبوع الاخير من شهر فبراير. لكن اللفت للنظر لما بصيت على جدول المباريات باسماء الحكام، كل مباريات الاهلي في دور المجموعات هتكون المباراه الثانيه بعد المباراه الاولى للفرق المنافسه. يعني مثلا هديكم مثال، بوليسداد هيلاعب يانجا افريكانز يوم الجمعه 24 نوفمبر، الاهلي هيلعب 25 نوفمبر مع ميدياما الغاني. في الجوله الثانيه هتلاقي مثلا الاهلي بيلاعب يانجا افريكانز في تنزانيا يوم السبت 2/12، يوم 1/12 طبعا ميدياما بيلاعب بوليسداد في غانا. الجوله الثالثه هتلاقي مثلا ميدياما بيلعب يوم الجمعه 8/12 مع يانج افريكانز، هتلاقي الاهلي بيلعب يوم السبت. فنتائج المباريات اللي هتسبق الاهلي اكيد هتكون حاسمه وبتفرق كتير جدا، ممكن تكون ايجابيه لا قدر الله او سلبيه، فده هنشوفه في الفتره اللي جايه. مزيد من التفاصيل اكيد عشان نلقي الضوء ونحلل انطلاقه الاهلي في البطوله ودور المجموعات، وكمان ممكن لو ان شاء الله عندنا وقت مناسب نتكلم كمان عن تصفيات كاس العالم في القاره الافريقيه. نروح مباشره من خلال تقنيه زوم مع الزميل العزيز ايمن جلبرتو المحلل الفني. ايمن مساء الخير، تحياتي ليك وتحيات كل مشاهدي قناة الأهلي. يا محمد تحياتي ليك وكل متابعي ومشاهدي قناة الأهلي، ودايما ببقى مبسوط وانا موجود معاك، ودايما كده بتمتعنا وبتعلمنا حاجات جديدة في أفريقيا ودهاليزها اللي كل يوم بنكتشف فيه حاجة جديدة. لا ده انت لسه داخل على كأس الأمم، هتستمتع بالتفاصيل اللي جاية، حاجات يعني ما سمعتش عنها قبل كده. هل انت سمعت قبل كده فكره ان المنتخبات تروح تلعب في مدن ما فيهاش فنادق اصلا؟ جديده دي على يعني فكره. لا اعتقد يعني حتى ايام زمان ما كانش فيه الكلام ده، كان زمان على في فنادق كده اللي هو ايه بيشتكوا منها، بس في فنادق. لكن دلوقتي اللي انت بتقول عليه ده غريب جدا، بس يعني افريقيا بنتمنى يعني كل فتره في حاجات فيها بتتحسن، ولكن بالتاكيد ان قاره افريقيا تبقى كلها نموذجيه ده امر ممكن يعني ياخد وقت اطول من كده. طيب عشان وقتنا نبدا معاك بسرعه كده، مباريات الاهلي في دوري ابطال افريقيا الانطلاقه مع ميدياما الغاني، والجزئيه اللي اتكلمت فيها ان كل مباريات الاهلي هتكون في اليوم التالي لمواجهه الفرق او الفرق المنافسه اللي هتلعب قبل الاهلي بيوم. يعني اعتقد هي ليها زي ما انت قلت عاملين، ممكن يبقى عامل ايجابي ليك ان اي تعثر في المباريات دي يبقى بالنسبه لك نقطه كويسة ان انت تبقى بتلعب الماتش بتاعك وانت برضو عارف موقف المجموعة ماشي ازاي، وطبعا ساعات بيبقى ضغط عليك لو الامور مش ماشية في صالحك، ولكن في النهاية خبرات لعيبة النادي الاهلي من المفترض ان هي تتجاوز كل الامور دي. يعني لازم لعيبة الاهلي تبقى في اعتبارها ان طبعا زي ما بنتكلم دايما ان في الكورة ما فيش حاجة سهلة، ولكن المجموعة حاليا مجموعة جيدة، يعني مجموعة بالنسبة للنادي الأهلي كتصنيف أول ما نقدرش نقول عليها مجموعة شديدة القوة ولا مجموعة سهلة، هي مجموعة متوسطة المستوى النادي الأهلي يقدر إن هو يتعامل معها بخبراته وبالمجموعة اللي موجودة من اللاعبين بأفضل شكل ممكن، إن أنت في ضغطة المباريات اللي أنت اتكلمت عليها قبل طبعا كأس الأمم، ولكن إحنا عندنا كمان كأس عالم للأندية، يعني ممكن يبقى شيء إيجابي جدا إن أنت تحصد العلامة الكاملة، لو يعني ربنا يقدر لنا هذا إن إحنا نحصد العلامة الكاملة في أول ثلاث مباريات قبل كأس العالم للأندية وقبل كأس الأمم. ده هيسهل لك كتير قوي، لأن بعد كأس الأمم زي ما كلنا عارفين هيبقى في ضغط مباريات رهيب. يعني ده يعني إحنا بنتكلم قبل كأس الأمم عندك مباراة في كأس العالم للأندية بشكل مبدئي، نتمنى ان هم يبقوا ثلاثة ان شاء الله، وعندك المباراتين باذن الله، يعني المباراة بشكل مبدئي ان شاء الله يبقوا مباراتين في كاس السوبر اللي في الامارات. فالنهارده انت بص قبل كاس العالم للاندية او في فترة عفوا قبل كاس الامم عندك ضغط عامل ازاي، ما بالك بعد كاس الامم. فترتيب المجموعة وترتيب المباريات من وجهة نظري يعني جيد للنادي الاهلي ان هو يخرج بافضل نتائج وافضل عدد من النقاط ممكن. فريق ميدياما الغاني، يمكن الاهلي على فكره لما بصيت في الارقام والاحصائيات الاهلي مش من الفرق اللي كعبها عالي على الفرق الغنيه، يعني الاهلي مثلا لعب مع الفرق الغنيه حوالي 15 16 مباراه، كسب 6 اتعادل 5 خسر 5، فشايف الرقم ده ازاي؟ خاصه لما كان بيلعب طبعا هارس اوف اوكا او اشانتي كوتوكو مش بفرقه ميدياما، ميدياما لسه فريق حديث العهد شويه،
ولكن النقطة دي شايفها ازاي يا أيمن؟ والنقطة التانية فريق ميديامة كمان على المستوى الفني لو عندك تفاصيل أو معلومات عنه. يعني يمكن للأمانة لسه ما يعني ما توغلناش قوي في فكر ميدياما، لأنه بالنسبة لنا برضو منافس يعتبر جديد، اسم جديد علينا في الكرة، يعني في مجموعات الأهلي في السنين الأخيرة مش معتاد إن احنا نلعب مع فريق من غانا في الفترة الأخيرة، وكمان الفريق ميدياما نفسه اسمه جديد بالنسبة لنا. ممكن ده برضو يكون عامل جيد، أنت يعني إن هو منافس في المستوى الرابع بتاعك، فما يبقاش يعني بقوة أشانتي كوتوكو، بقوة هارتس بوك، ممكن يكون ملاعب كمان في غانا اتحسنت. انت برضو الظروف زمان لما كنت بتروح تلاعب فرق غانا الوضع كان بيبقى مختلف. كمان كوتوكو وهارتس بوك فرق ليها تاريخ وليها تصنيف في أفريقيا وقت ما كنت بتلعبها، فدي اعتقد عوامل مختلفة. يمكن التاريخ زي ما انت بتقول تاريخ رقميا متقارب، ولكن في الوقت الحالي ما يعني اعتقد ان لا، المنافس من المفترض ان هو يكون في متناول النادي الاهلي كبدايه المباراه على ارضنا هنا في مصر. فلا، انا شايف ان يعني مديامة مش هيكون زي اشانتي كتوكو، مش زي هارتس فوك كالتاريخ، فريق تاريخ ممكن طبعا الطموح بتاعه بيفرق، الفرقه عايزه تظهر الجانب الايجابي بتاعها، شفنا كمان تصريحات لمسؤوليهم بيحاولوا ان هم برضه يدوا ثقة يوروا لك أكتر. جانب ايجابي من عندهم، ان هم مركزين وعايزين نعرف الملعب عشان نيجي نبقى جاهزين. اللعيبه بتاعتنا الحارس بتاعهم بيتكلم انه عايز يخرج كلين شيت من القاهره، فهم يعني هم عايزين يظهروا نفسهم في القاره بشكل جيد، فده برضه سلاح ذو حدين، ان هو ممكن يجي عايز يفتح الخطوط قدام النادي الاهلي يلعب بشكل طبيعي، فالنادي الاهلي يقدر ان هو يخطف كده، او ممكن الجانب الاخر ان هو يحاول يقفل زي اي فرقه بتيجي تلعب تمام. الاهلي هنا في القاهره، يقفل كل خطوطه وبالتالي يعني يصعب الامور على النادي الاهلي، ولكن ان شاء الله تبقى يعني 3 نقط باذن الله في المتناول يعني. طيب الجزء الاخير معاك عشان وقتنا، تصفيات افريقيا المؤهله لكاس العالم الجوله الاولى والثانيه، تعليقك على التصفيات اجمالا، وكمان تعليقك على مشوار منتخبنا وست نقاط بعد الفوز على جيبوتي والسيراليون. يعني للامانه تصفيات من المفترض ان هي تكون بالنسبه للمنتخبات الكبيره في الوقت الحالي هي اسهل تصفيات ممكن تكون مرت عليهم، تحديدا منتخب مصر. انا شايف ان المجموعه حتى لو بنتكلم عن بوركينا فاسو او غينيا بيساو كفرق مصنفه معاك، يعني برضو مش منتخبات يعني اللي هي ما بنتكلمش في مالي، غانا، جنوب افريقيا، الفرق اللي هي ممكن تزاحم معاك يعني. ولكن المؤشر اللي ممكن يقلقك ان انت شفت مثلا فرقه زي جزر القمر في مجموعه غانا ومالي اللي احنا كنا شايفينها هتبقى المنافسه ما بين غانا ومالي، لا، اما جزر القمر العلامه الكامله النهارده من الماتشين، بتتكلم ان نيجيريا مثلا ما بتكسبش اول ماتشين، جنوب افريقيا بتخسر من رواندا، يعني رواندا النهارده في مجموعه جنوب افريقيا موجوده مع يعني موجوده ضمن مع 4 نقاط اعتقد في الصداره. فالنهارده لا، انت بتتكلم في ان المفاجآت موجوده، يعني لو بنتكلم في اول جوله المفاجآت موجوده، ولكن لسه بدري، يعني لسه بدري قوي، انت خلاص لعبنا ماتشين، الماتشين لسه التانيين سنتين. لسه السنه الجايه بالظبط، ولسه بقيه التصفيات اللي هي المراحل الحاسمه فيها هتستكمل في 2025، فلسه بدري قوي، ولكن مش شيء جيد لمنتخبنا ان انت في المباريات السهله جبت ال6 نقط تصدرت، لان هي فعلا مش محتاجه يعني. للأمانة أنا ما أقدرش أتكلم وصعب الأمور، ممكن نعلق على الأداء، نعلق على بعض الاختيارات، نتكلم في الأمور الإدارية زي ما أنت اتكلمت كده في شق الإداريات، إن منتخب مصر إداريا أنا شايف إن عنده مشكلة أكبر منها إن هي فنيا، ولكن المجموعة بص ما نقدرش نصعب يا محمد، أصل لو صعبنا الأمور في مجموعة زي دي يبقى نقفلها يعني، بجد نقفلها ونقعد، لان 9 منتخبات لو لسه هنتكلم ان احنا نروح ملحق، لسه هنتكلم ان احنا ما نصعدش من 9 منتخبات تبقى يعني عيبه أكيد في حقنا. فلا، الامور سهله ولازم نعرف ان احنا منتخب مصر، منتخب أكيد مصنف، ايا كان الفتره الاخيره في مستويات في مشاكل، لا احنا من مجموعه، كل الاحترام طبعا لكل المنتخبات وكل الملاعب، ولكن في مجموعه زي اللي احنا فيها دي لازم
نبقى بنتكلم ان احنا ضامنين التأهل بنسبة 80% على الأقل يعني. بإذن الله. الزميل العزيز أيمن جلبرتو المحلل الفني لقناة الأهلي، شكرا جزيلا ليك، إضافة كالعادة معنا في برنامج الترند، وكلام وتفاصيل مهمة جدا عن مشوار الأهلي وعن التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم. فاصل ثم نواصل.